السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ميلا ميلا. نتمنى ان شاء الله نلقاكم كاع بخير يا ربي، ونرحب كاع بالمشتركين اللي راهم معايا القدم واللي دخلوا معايا تاني جدد، نقول لهم مرحبا بكم. اليوم غادي نديروا لاموس وشوكولا، ما فيها لا بيض لا حاجه واحده اخرى، فيها هاد المكونات لكم تشوفوهم. عندي هنا كاس تاع الحليب وكاس تاع الشونتيي، عندي 3 مغارف تاع الكاكاو، عندي دانيت هذا انا اختياري درته تنجمو تقلعوه، عندي شوكولا نوار امباسادور تنجمو ديرو اي شوكولا تكون عندكم بشي شرط هادي. وهنايا غادي نبدا نحط الحليب هو الاول، كاس ندير معاه 3 مغارف هادو، 3 مغارف تاع قهوه، 3 مغارف كاكاو، نخلط مليح هذاك الكاكاو، نخلطه كيما هكا مليح باش ما كيما نقولوا ما نخليهش مكور، ونحطه فوق النار. هنا غير يغلي فوق النار نقلعه باش نضيف له الشوكولا. كيما هكا خلطتها هكا مليح، ها راني هنا غير غلا الغليه الاولى قلعته، ونضيف هذيك الشوكولا. هنا الشوكولا قلت لكم ديروا اللي تبغوا، تبغوا ذوق حليب ديروا ذوق حليب. وهنايا نطلعوا الشونتيي، درت هنا كاس تاع الشونتيي، غادي نطلعها بالدانيت. هنا اللي ما يكونش عندها الدانيت نجمي تطلعيها بالحليب عادي، حليب يكون بارد وحده ولا بالماء تاني لاشونتيي تطلع لنا. دائما نديرو كميه تاع الماء ولا الحليب ناقصه على لاشونتيي باش تطلع لكم. هنايا فرغت كاع هذاك الدانيت، وعندي ربع كاس تاع الحليب بارد نضيفه معاه. هنا ميم با ميم با دقيقه لا شونتيي تكون واجده، ميم با خاطرش الدانات بالخفت تحكم روح على الشونتيي. كيما هكا هاي لا وجدت لي. دروك شنو ندير؟ دروك نخلط هذيك الشوكولا، راهي دابت هذيك الشوكولا نوار، نخلطها مع لا شونتيي ونبدا نخلط فيها كيما هكا حتى تولي كيما نقولوا سائله هكا. كيما هكا القوام تاعها يجي كيما هاك. هنا شندير باش تعاونني الخدمه، غادي قلبتها في البول كبير هذاك اللي نميكسو فيه، وقلبتها في هاد الليمول تاع سته ب 20000 فاميل. انا درت خمسة على حساب خمسة، درت لي هاد الكميه عمرتهم لي نيشان، درت لي خمسة. وهي لهنا زينتها بشويه تاع الشونتيي وشويه تاع شوكولا فيرميسيل، هذه هي النتيجه تاع لاموس وشوكولا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هاي لكيتشي جات بنينه وما تشدناش الوقت بزاف، هذه توجدوها بالخف. هاي لكيتشي دوك نوري لكم باش تشوفوا القوام تاعها كيجي. ها هي لا بالمغرف باش تشوفوا، ها هي لا تجي شاده روحها. تخلوها في الفريجيدير تبرد، خليتها انا درتها كاع قبل المغرب نقدمها في الليل. كانت هذه هي خلوها في كيما نقولوا ديروها كاع قبل ربع سوايع ولا خمسة كاع في لا جورني ولا ساعه. ما بقى عليا غير نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلا ميلا.